السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، نلتقي مجددا مع مادة التربية الإسلامية ومكون الاستجابة صلاة الجماعة والجمعة. في حصة سابقة تعرفنا على صلاة الجماعة وقلنا أنها أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. اليوم أعزائي سوف نتعرف على صلاة الجمعة. إذن صلاة الجمعة، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن سورة الجمعة الآية 9، واضح؟ إذن هنا يبين لنا الله سبحانه وتعالى فضل صلاة الجمعة. إذن فإذا تم النداء لصلاة الجمعة ينبغي السعي لها، يعني السعي هو المشي بسرعة، وذروا البيعة يعني اتركوا البيعة ذلكم خير لكم، لأن في ذلك خير لنا لو نعلم مصلحتنا. إذن انتبهوا معي، صلاة الجمعة مرة في الأسبوع تصلى يوم الجمعة. إذن فمن خلال الفروقات التالية يتبين أن صلاة الجمعة تصلى مرة في واحدة في الأسبوع، هذه المرة هي يوم الجمعة. صلاة الجماعة أيضا، عفوا صلاة الجمعة أنها تصلى جماعة، يعني لمؤديها فضل مقيم صلاة الجماعة، يعني 27 درجة له أجر كبير. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. إذن فلمؤدي صلاة الجمعة أجر كبير، إذن إذا قام يوم الجمعة وغسل واغتسل، إذن واستمع للإمام دون أن يتكلم، إذن فكان له بكل خطوة يخطوها يعني من المنزل إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. إذن أعزائي عزيزاتي، حتى نتعرف جميعا على فضل صلاة الجمعة انتبهوا معي للشريط التالي. فعلت من مخالفة. أي مخالفة يا عبد الرحمن؟ زياد لم يحضر معنا صلاة الجمعة. وهل أخبرته بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ إنه لم يعطني الفرصة لذلك، لكني رأيت أحد جيراننا يفعل ذلك ويصلي في المنزل. لا حول ولا قوة إلا بالله، هيا بنا نكمل حديثنا في طريقنا إلى المنزل. لا يصح يا بني أن نستدل على صحة أعمالنا بقياسها على فعل أحد الجيران، ولا بد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. نعم، فلقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، أي ختم على قلبه، فلا يدخل الإيمان قلبه ولا يخرج النفاق منه. ولكني سمعت في درس من الدروس أن هناك أعذارا تبيح للمرء التخلف عن صلاة الجمعة. هذا صحيح، ولكن لابد أن تعرف ما هي هذه الأعذار التي تبيح لك التخلف عن الجمعة والجماعات. وما هي يا عمة؟ كل من رخص له في ترك صلاة الجماعة كالمرأة والمسافر والمريض، فهؤلاء لهم أن يصلوا الظهر في وقتها متى شاءوا، والأفضل تأديتها في أول الوقت سواء صلى الناس الجمعة أم لا. والمقصود بالمريض الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة أو يخاف زيادة المرض. أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة، كما لو مر إنسان في السفر ببلد ودخل فيه ليستريح ويستمر في سيره بعد الظهر، فالصحيح أنه تلزمه الجمعة لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا عام. ولم إذن أعزائي عزيزاتي من خلال هذا الشريط تبين لنا فضل صلاة الجمعة، وذلك لما لها من أجر كبير. إذن من خلال ما تقدم نستنتج ما يلي. إذن لاحظوا معي، إذن نستنتج: أحرص على أداء صلاة الجمعة لأن الله أمرني بها، فصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم عاقل وتجب على من سمع النداء، وهي خطبتان تؤدى ركعتين جهرا،
وشروطها وأحكامها كسائر الصلوات ولا تخالفها إلا في الخطبة والدعاء بعدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه الترمذي بإسناد صحيح، أي أن الله ختم على قلبه بالنفاقنا. طبع الله على قلبه يعني ختم الله على قلبه بالنفاق. إلى هنا انتهت حصة اليوم، وإلى أن ألقاكم في حصة مقبلة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.